معلش يا استاذ معز، عندي ليك خبر مش كويس. أنا مش فاهم دعوات فرح إيه اللي أنتوا بتنقوها والشقة لسه ما اتشطبتش؟ ما هانت خلاص يا عم. هانت يا ابني دي أنا سمعتها من 6 أشهر. أنا عايز ميعاد محدد. إمتى؟ إن شاء الله في شغلانة داخلها قريب. أول ما أبدأها بإذن الله هقول لك يا عم. شغلانة إيه؟ اللي قلت لك عليها. إحنا اتفقنا إنك مش هتقبلها. نتكلم بعدين ولا إيه؟ لا. شهرين إن شاء الله يا عمي وتكون الشقة جاهزة. شهرين يا مصطفى؟ بإذن الله. اتفقنا. أستأذن أنا. الله، الشاي يا ابني. طب اشرب الاول الشاي. شكرا يا طنط، هكلمك يا فاطمة. لا انا جاية معاك، هجيب شنطتي واجيلك. انا بعت لك الميعاد اس ام اس عشان ما تنساش زي المرة اللي فاتت. تمام يا عم. يا جماعة، جهاد بلغني إن الداخلية قطعت المسيرة في مصطفى النحاس وبيضربوا دلوقتي غازو مطاطي. أنت بتعمل إيه؟ دخلها مفيش طوب. بيقول لك بيضربوا غازو مطاطي، عايز نعمل إيه يعني؟ نشأت. مفيش سلاح لا في الأتوبيس ولا في المسيرة، مفيش سلاح في حتة. نشأت. مفيش سلاح. ده اللي كسبوه جهر. وضل عايزه. انت جبت له هديه ليه؟ ده مغلبني وما بيسمعش الكلام، مش راضي يذاكر. يما مذاكره ايه بقى؟ ما انت عارفه انا كده هبقى مصور زي علي. لا كده مش هديها لك. انت مصور هو يا علي ولا بتذاكر ولا حاجه يا عم؟ امال في ايه؟ طب بص يا حوده، قدامهم مقاول، انا عايزك تدخل معهد سينما عشان ما تفضلش طول عمرك وسط اضاءه زيي. عايزك تبقى مدير تصوير يلا، واحسن مدير تصوير في مصر كمان. حاضر. فهمت يلا؟ قوم بقى هات له حاجه يشربها. قدامه اهي. يا حبيبي قوم اسمع الكلام. قوم يا رخم. صور نفسك كام صورة قدام المراية كده وتعالى وريهاني. حاضر. امسك يا حاجة. تعيش يا حبيبي. سامحيني على الفترة اللي فاتت الشهرية كانت بتأخر عليك، بس والله الشغل كان واقف ما كانش فيه شغل، بس إن شاء الله الفترة الجاية الدنيا هتمشي وهتبقى حلوة. يا ابني الدنيا مش كلها فلوس وبس، في حاجات أكبر من كده. عندك حق. أنت مالك بقى، فيك إيه؟ مفيش.
ربيع اخوك بقاله انه ما بيجيش البيت، مش فاهمه ايه اللي حصل. طب ياما هو ربيع عيل صغير، هتلاقيه مرمي عند حد من صحابه، جمدي قلبك شويه. يا ابني ما انا خايفه يحصل له حاجه. زي ربيع ده ياما يتخاف منه وما تخافش عليه. انت بقى قلبك جامد ده ليه؟ تجيب القسوه دي كلها منين؟ انت ما كنتش كده ابدا. اللي عامله فيك وفي اخواته وعدم احساسه بالمسؤوليه، ما هو السبب ان انا مش قاعد معاكم في البيت. معلش يا حبيبي، بس ده برضه ابني، ومهما حصل برضه هيفضل اخوك. ها كفايه كده بقى ولا اضطر شويه تاني؟ تعالى يا فقري. وريني بس عملت ايه؟ ايه يا الصوره دي؟ انت شكلك سيس كده ليه؟ يا عم هي الصوره كده عامل لك ايه؟ خدوا بالكم على الحاجه يا جماعه، بشويش يا محمد. لو في اي حاجه اتكسرت من اي واحد فيكم اجازيك. كله تمام يا سعاده الباشا. يلا اتحرك انت. ماشي يا باشا. انا مش عارف امك ليه ما نزلتش لغايه دلوقتي. تلاقيها بتقفل الشقه بذمك العادي. بذمه ليه؟ هي الشقه فيها حاجه تخاف عليها. طب ايه الجديد يعني يا بابا؟ حاجه غريبه. بتعمل ايه ده كله يا فايز؟ ايه يا فايزه؟ متضايقه ليه؟ في حد مات؟ مشوش عليا يا حبيبي، مش كده. كل اللي بيحصل لنا ده ومش عايزنا نتضايق؟ ايه يعني اللي بيحصل؟ اذا كان على البيت دي فتره مؤقته لحد ما ظروف البلد تهدى كده ونرجع له تاني. مش كفايه عينيا لما بتغمضش بسبب قلقها على ابني؟ سامع ندى؟ هم خايف على اخوكي وانا مش فارق معاها. يا حبيبي ده انت الحب القديم. اه ده كان زمان. قال يا فوفا راحت عليه خلاص؟ خلاص بقى يا مامي بليز. احنا مش اتفقنا انك مش هتشتغل مساعد مخرج تاني والمشروع الجاي هتبقى انت المخرج؟ شفتي المسج اللي ابوكي بعتها؟ عادي، انت بتعود على بابا وعارف ان هو المواعيد عنده حاجه مقدسه، بس الموضوع سهل في ايدينا يعني. ومعناها ايه اخر ميعاد؟ يعني هيدفعني شرط جزائي ولا معناها ان هو هيفسخ بعدها؟ لو في نيته انه يفسخ كان قلق، الموضوع بس ان هو عايز يلزمك بالميعاد. طيب يبقى عايز انا ارفض اي شغل بقى ازاي؟ ترفض وانا اقف جنبك. لو بابا مستعجل انا مش مستعجله، اهم حاجه انك تفكر في الكارير بتاعك. يا بنتي ما انا كنت رافض البرنامج، ما كنتش هشتغل، مفيش شغل، السوق نايم. ايا كان يا مصطفى ما ينفعش تعمل حاجه انت ما بتحبهاش. لا ينفع، عشان بحبك وعشان عايز نتجوز في اقرب وقت. ماشي، بس لو فضلت تنزل يا مصطفى عمرك ما هتوصل اللي انت عايزه. مساعد مخرج وانت معايا احسن مليون مره من ابقى مخرج وانت مش معايا. قوم. عشان بقى الشنطة اللي في ايده هي دي الحاجة. ما بلاش بيس يا عم، ده لما بروح اشتري منه ببقى مرعوب، ما بالك بقى لو سرقناه. على نفسه. بعد كده انت مين قال لك انه يعرف ان احنا اللي عملنا كده؟ قطاع الطرق مفيش اكتر منه. بأمانة الله سكة السرقة دي مش جاية معايا. يا عم صبحي، اللي يسرق من حرامي يبقى شريف، واللي يسرق من تاجر مخدرات يبقى أشرف. مش عايز تبقى أشرف، ده حتى اسم جميل، أشرف. أشرف؟ لا يا عم مش عايز. فلوس الحرامية أكيد حلال. بعدين احنا ممكن أصلا ناخد فيها ثواب. يا عم على الطلاق انت شكلك هتودينا في داهية. وديك فين تاني يا عم؟ احنا اصلا رايحين في 60 داهية. ايوه يا استاذ علي. اه لقيت مبنى ابيض على يمين. اوكي انا طالعه على طول. ميرسي باي باي. انت هتقعدي كتير فوق؟ مش عارفه حسب ما اخلص المبنى. ممكن ما تقلقش انت وتروح على شغلك؟ خدي بالك من نفسك. وانت كمان. يلا باي باي. مكلميني. اوكي. ان شاء الله انت جاي ابدا مريح ليا. موضوع حلو جدا طبعا. يا رب ان شاء الله. وبشكل اساسي اجتماعاتنا هتبقى في نفس المكان ده. وبكده معظم شغلنا هيبقى في قلب البلاتو. مساء النور. مساء النور. اتفضلي. ندى ارت دايركتور، علي مدير الاضاءه، مصطفى مساعد مخرج، حاتم مساعد صوت، باشمهندس مالك مهندس الصوت. عادل كنت عايزك في موضوع معلش. انا اسف. بعد اذنك يا جماعه. اتفضلوا. خير، في حاجة؟ أنت جبت مونتير للبرنامج؟ أنا عندي مخرج كل ما بعمل ميتنج ما بيجيش زي ما أنت شايف. هيبقى عندي مونتير؟ ما تعرفش مخرج فاضي؟ أنت جاي بعد ما الموسم بدأ وبتدور على مخرج؟ أكيد مش هتلاقي.
انا خايف ما يجيش النهارده كمان. ولو ما جاش انا عندي فكره. ايه رايك تجيب مساعد مخرج شاطر وترقيه يبقى مخرج؟ مساعد مخرج؟ لا صعب. ايه اللي صعب؟ في الاول في الاخر برنامج يعني. البرنامج عندي زيه زي الفيلم. وانا بقول لك هات واحد كفتجي، هات واحد شاطر هيبقى مستمد على فرصه زي دي وهيعمل لك شغل احسن من اي مخرج. طيب مين؟ احمد خالد مثلا شغال، فاروق عبد اللطيف برضه شغال. انت تعرف حد فاضي كويس؟ هشوف لك حد. وانت برضه دور في الكونتاكتس عندك اكيد هتلاقي حد. تمام. اه صحيح، انت كنت بتقول لي ايه على المونتير؟ اه لقيت لك مونتيره شاطره جدا اسمها ايه؟ فاطمه عاده. ما سمعتش الاسم ده قبل كده. بتعمل ايه؟ ورق عنب. هتكون بتعمل ايه؟ بتمنتج. اشتغلت ايه قبل كده؟ اشتغلت معايا في برنامج كنت بساعد فيه وشاطره جدا على فكره، وهي خطيبتي. مش بقولك كده عشان هي خطيبتي. خلاص وريني شغلها ولو عجبني معانا. حبيب قلبي. امتى يا عم؟ بقالنا ساعه وراه. اتقل، اول ما هيتزنقوا هقفشهم. الشنطة! يلا! يلا الشنطة بقولك! هات الشنطة! اسمك مكانك! اسمك! اسمك! ورا! ورا! امسكوه! ورا! ما عادش يسيبه! بسرعة بسرعة! انتوا مش ناويين تهدوا بقى وتعقلوا؟ لا، هي اللي طالبة الطلاق مش أنا. طب ما تقول له ايه اللي خلاني اطلب الطلاق؟ طلبت مني عيش ونسيت اجيبه. ما هو لو انا والعيال في دماغك ما كنتش نزلت تجيب عيش. انا مش مصدق انكم عايزين تتطلقوا علشان العيش. ومصدق ان الاسبوع اللي فات كنا هنتطلق عشان اتاخرت على العيال 10 دقايق في المدرسه؟ انت واحد ما عندكش اي احساس بالمسؤوليه اصلا. يا بابا ده بقاله 6 شهور قاعد في البيت ما بيشتغلش. انا شغلتي كده. انا مدير تصوير مش مدير بنك. يعني بشتغل لما بطلب مش لما بعوز، وقلت لك الكلام ده 100 مليون مره. انت ايه ما عندكيش مخ؟ شايف يا بابا؟ علشان تعرف ان انا عندي حق ان انا اتطلق منك. على فكره لو عايزه تطلقيني اتطلق، بس ننجز علشان انا عندي ميعاد. اتلكك بقى وبعدين ترجع تقول ان انا اللي عايزه اتطلق. لا حضرتك هتطلبي الطلاق كل 5 دقايق وانا اقعد اقول لك ارجوكي انا نفسي اعيش معاكي طول العمر لو سمحتي ما تسيبينيش. مش هو ده اختيارك؟ اي غلطه يا بابا بقى، وانا عايزه اصلح غلطتي دلوقتي حالا. بس الغلطة اللي انت بتتكلمي عليها جابت عيلين، ما ينفعش، ما لهمش ذنب في اي حاجة. بعد اذنك يا عمي لو سمحت، انا مضطر امشي لان انا عندي شغل ومتأخر جدا. بس احنا لسه ما وصلناش لاي حل. معلش اتفقوا على اللي انتوا عاوزينه وانا موافق على اي حاجة بعد اذنكم. انت رايح فين؟ شايف يا بابا؟ ده ولا في دماغه اصلا. انتوا الاتنين تزهقوا بلد. 10 مرة تجيبوني السنة دي، وعلشان ايه؟ علشان شوية تفاهات. لو عايزين تتطلقوا اتطلقوا. مشيتش اصلا. انت مش قلت هتوصلني تروح الشغل؟ انا لما حسبت الوقت عشان اروح شغلي في مصر الجديده وارجع لك قلت استحاله الحقك في ميعادك. انا كان ممكن نركب تاكسي يا رامز. مفيش ركوب تاكسيات اللي من دول خالص. يعني انت عايز تقنعني انك كل يوم هتسيب شغلك عشان تيجي تجيبني وتوديني؟ يا ريت كان ينفع، كنت اكيد عملت كده طبعا. طب انا اروح شغلي ازاي بقى دلوقتي؟ ما انت مش لازم تروحي شغلك اصلا. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ عشان القلق اللي في البلد اللي من دول. مش حاسه ولا ايه؟ لا حاسه، بس هو القلق ده عليا انا بس، ما هو القلق على الناس كلها. ولا الارهابيين بيدوروا عليا بقى بالذات بالاسم عشان يجزوني؟ لا بس انت غير كل الناس، انت اخوكي ظابط وابوكي لواء. وبعدين ما مراتي مريم هي سابت شغلها، فتحت بقها ولا اتكلمت؟ مراتك سابت شغلها بمزاجها عشان مش عارفه توافق بين البيت والبنت. طب وبنتي سايبتها المدرسه ليه؟ عشان مش عارفه توافق المدرسه والبيت؟ نزول اي حد منكم اليومين دولت فيه خطر كبير عليه. انا عارف بقول لك ايه كويس. وقعدتي في البيت بقى هي اللي هتحميني مش كده؟ قعدتك في البيت أأمن لك، على الأقل مش هبقى قلقان عليكي كل شوية. ولما أنت شايف إنك أمنت مراتك وبنتك بقعدتهم في البيت، بتكلمهم في اليوم أكتر من 20 مرة ليه عشان تطمن عليهم؟ رامز،
اللي عايز يأذي حد بيدور عليه ويوصله مكان ما يكون، ما بيفرقش معاه بقى كان في البيت ولا في الشارع ولا حتى في شغله. من اولها كده يا هاني. معلش انا عندي ظروف. اول يوم وجاي لي متاخر، امال قدام شويه هتعمل ايه؟ اقول له استاذ معز ايه وانا اللي عمال انفخ له فيك واقول له ده ما حصلش، ده مش عارف ايه، ده صاحبي واضمنه لك برقبتي، احسن مدير تصوير في مصر. شكلك كده مش هتعمر معانا يعني. ما خلاص بقى عادل، انت اكيد عارف انه غصب عنك. عادل صاحبك يعرف انه غصب عنك، لكن عادل مدير الانتاج ملوش دعوه غير بالشغل. تمام، هظبط مواعيدي يا عادل يا مدير الانتاج. طب يلا يلا روح سلم على الناس، عيب كده. رد على المخرج ده شوف عايز ايه. هو كمان ما هو مفيش مخرج بيعتذر قبل التصوير بثلاث ايام، الناس كلها هنا وفاكرينك جاي. انت كمان قدر ظروفي. خلاص براحتك، هعمل لك ايه يعني؟ هكتفك واجيبك تشتغل بالعافيه. سلام. معلش يا استاذ معز، عندي ليك خبر مش كويس. خير؟ مخرج البرنامج اعتذر في اخر لحظه. Thank you.